بمناسبة عملية المراجعة الدورية الشاملة اللي هي بتجري في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كل 4 سنين للدول على مدار السنوات والجلسات. من المفترض أنه الجلسة اللي هيتم فيها مناقشة وضع مصر ستنعقد في 17 فبراير القادم، ولكن كان الموعد النهائي لتقديم التقارير بالنسبة للمنظمات غير الحكومية كان 1 سبتمبر الماضي، فهذا التقرير أرسل قبل ذلك التاريخ. في هذه العملية المنظمات غير الحكومية بتقدم تقاريرها، أيضا ما يسمى بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان زي في مصر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيقدم تقريره، الحكومة المصرية أيضا بتقدم تقييمها هي الخاص وتقريرها قدمته بالفعل في منتصف الشهر الماضي، ولكن هذه التقارير كلها لم تعلن عنها الأمم المتحدة بعد، ويتوقع أن يحدث ذلك خلال أيام أو ربما خلال ساعات، يعني ربما بزيارة موقع الأمم المتحدة المعني في وقت قريب جدا ستجدون على الموقع سواء التقرير اللي احنا هنناقش النهاردة أو تقرير الحكومة أو تقارير أخرى مقدمة مش من منظمات مصرية بس ولكن من منظمات دولية. المنظمات اللي أعدت هذا التقرير هي جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النجيم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. العملية دي الحقيقة إذا كان التقرير قدم في 31 أغسطس أو في 1 سبتمبر فإنه العملية الحوار بين المنظمات اللي عدت هذا التقرير ترجع إلى على الأقل 6 شهور قبل هذا التاريخ، أي أنه عند مناقشة التقرير أو تجري عملية التقييم في الأمم المتحدة في فبراير القادم فإنه تقريبا سيكون مر على هذه العملية سنة كاملة. بيسعدني أنه أقدم الزميلين من المسؤولين عن منظمتين شاركوا في إعداد هذا التقرير، سيقوموا بعرض موجز للتقرير في حدود 10 دقائق لكل متحدث، ثم سننتقل بعد ذلك إلى التقارير الفردية التي أعدتها العدد من المنظمات التي شاركت في إطار هذه العملية. هناك إلى جانب التقرير الجماعي الذي يغطي وضعية حقوق الإنسان كلها في مصر، هناك أيضا 10 تقارير مقدمة من 10 منظمات، كل تقرير يغطي موضوع بعينه، يعني مثلا في تقرير عن التعزيف، في تقرير عن الحقوق النقابية، في تقرير عن وضعية المنظمات غير الحكومية والقيد عليها إلى آخره. فسنعرض لهذه التقارير، ومعنا هنا ممثلين سواء للمنظمات اللي قدمت التقارير فردية أو لم تقدم في إطار الملتقى اللي بيضم 16 منظمة. الثاني أنا أقدم أولا الزميل الأستاذ حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وسيتولى عرض التقرير الجماعي.
شكرا لحضراتكم على الحضور، وشكرا لمركز هشام مبارك على استضافه المؤتمر اليوم. في الحقيقه المنظمات ال 16 اللي قررت انها تقدم تقرير جماعي، حاولت من خلال هذا التقرير الجماعي انها تنتهز فرصه المراجعه الدوريه الشامله اللي هيجريها مجلس حقوق الانسان زي ما حضراتكم سمعتم في فبراير، كفرصه لالتقاط صوره مكبرة حول الأوضاع في مصر بشكل أكثر شمولية، على اعتبار أنه زي ما الأستاذ بهي قال دلوقتي التقارير الفردية اللي تقدمت بها بعض المنظمات المصرية أو المنظمات غير المصرية حول حقوق الإنسان في مصر